السلام عليكم ورحمة الله، كيف حالكم يا شباب؟ معكم أخوكم بسام، واليوم إن شاء الله تعالى بنكمل سلسلة تختيم دارك سولز 2، الحلقة 57. أوه حلو، عندنا أشارات نسينا نعطيها إياها. في الحلقة اللي فاتت هزمنا الزعيم الضفدع اللي مسوي نفسه هيكل عظمة مستخبي يوت ضفدع. فايت كانت جدا سهل، بس المنطقة اللي كنا هناك كانوا كلهم سحرة وحوسة، يعني يقهرون. فممكن لنا لسه ما تعودنا على اللعب وزي كذا، فما نعرف نقاط ضعفهم والخ. فبعد ما هزمنا اعطونا مفتاح، انا اعرف المفتاح هذا فين نستعمل بالضبط. في القلعة حق دراجون ليك في واحد كان متربط في باب، فأتوقع هناك متأكد أنا نستقبل هناك. فشكلني أول شيء بروح هناك نشوف إيش هرجة ذيك السجن أو ذيك الغرفة. عندنا ايتمات بلا تصليح، بقي معنا 5000. خلنا نشوف إذا نقدر نصلح من عند هذا ولا لا. رخيصين. اوكي خلونا نروح للمكان اللي هذه هي. يا هذه البونفاير، فما ادري موريني البونفايرات، يقول لي يعني انه في بونفاير، فماني عارف كيف. اتمنى ان التختيم عجبكم. اتوقع لو اني ما كنت اسجل وزي كذا كان بامكاني اني اختمه من اول، فتخيلوا اني اختم واسوي الريندر وزي كذا فيروح عليه وقت واتعب بسبه الريندر وانتظر. اوكي اتوقع نطلع بذي. يا هنطلع لين فوق وحنلاقي هذاك المربط في الباب، شكله يضحك اقسم بالله. واتوقع اننا على وشك ان نختم اللعبه. بس في المنطقه ذيك يعني في مناطق شفتها يعني في العروض زي كذا، الجسر والقلعه ذيك كلها تنانين وما برينا ولا تنين. ان شاء الله ما نباري. يا هذا هو كلب. بو اوكي خلينا نشوف ايش هرجة البيت. ايش هرجة ذولا؟ رينج اوف ذا ديد؟ ايش هرجة ذا الرينج؟ رينج اوف ذا ديد. هذا هو keep human appearance when hollow. يعني حتى وانا هولو يخلي شكلي بني ادم. خلينا نشيل الخوذة، شوفوني انا هولو. فلو البس ذا الخاتم وينه، هذا هو يخليني كاني ماني هولو، يعني اضحك عليكم. اوكي كان نسمع. سمعت صوت واحدة تغني، والله هذه اللعبة الأحسن. أحس يعني فيها أشياء كثيرة لسه يعني ما سوينا شيء منها. طيب خلينا نحط رينج اوف بايندينج ونرجع للبونفاير.
اوكي وين البونفاير هذيك؟ اتوقع هذه هي اندت كريبت. هذه اتوقع بقينا ثلاثة اماكن. الشيء ذا اللي نشوفه اتوقع هذه زي اللي تورينا يعني بعد ما جبنا ارواح الزعماء وزي كذا. اوكي تورينا يعني المناطق انه باقي كده مناطق وباقي في كل منطقة كده حتلاقي كم بونفاير. اتوقع تجيك هذه الموهبة. اوكي خلنا نكمل مشوارنا نرفع الدرع منطقة جديدة. انا البس الخوذة حقتنا. معقولة؟ جابوا ذا هنا كيف وصل اصلا؟ عندهم لحية اما برسور يا راجل اما برسور يا ناس والله برسور هذي. تكلمون فاس ولي بويس ميج ستون حلو يمدينا نطور دحين ميج بلاك ويتش ستاف حلو والله الساحر حقه رايح يعني ما تجيله الايتمات اللي قدام في اللعبة. هولت اسمه صوت واحد ترى. ما علي منك بكمل. نغزة بقوة. في باب هناك سايرن هيلبرت اعطانا شيء. اوكي مجبرين نخش. What is this? في ايتم بالايتم ذا كيف نجيب؟ الايتم ذا
سولف هيرو نيمليس يسربر وانا هذا ثاني مرة يا خزينة السالفة متحمسين العيال تروح دور قلق اوكي خلونا نكمل نشوف ايش يحمون بالضبط ولا نطيح في الحفرة اخذ الايتمات دي كون صحيت انا اوكي ما اسمع واو ايش دول اشباح اشباح ملابس هذا الطريق انا
ايه دور مدرعين، كويس اني جبت الضربة. تكمل من هنا. اوكي والله ذولا يحمون شيء. ايه جاني السحر نفسه. بسحبهم عشان اقدر اخش الباب الزين. اتوقع انه زين. الله يستر. اوه اوكي نايت. يشبه اللي في ديمون سولز. خلنا نشرب. لا تقول لي مت. جابني. والله يشبه نفس الخول. اوكي اتمنى عرفنا باب الزين. اوكي والله يا كثرهم عند الباب ذاك، عند الباب حق الزعيم ذا الزفت. والله انهم كثيرين. ما ادري اذا اصلا يمديني استدعي احد او لا. وقد دارك ماجيك كلهم. ودي والله اسوي لي شخصية زي كذا، يعني تكون انتليجنت وفير عشان اسوي ضربات هذه الحلوة. خمني خمني خماني والله. كاد فرصتي اجري.
لا لا لا، واو العجلة حقتي. ما ادري والله اذا ذي المنطقة اصلا فيها ايتمات ولا حاجة. انا بالعادة في اول تختيمة بحاول كذا يعني اشوف الزعماء، اتعلم الفايتات زي كذا، بعدين نسوي تختيمة حقت ايتمات وكلش. اوكي الزعيم تقريبا يعني ما اشوف انه صعب، بالعكس احس انه سهل لانه حركته بطيئة وسيفه كبير. فالله يستر من ذا الزعيم، نشوف ايش هرجته. نجرب ذي المحاولة وإذا فشلنا بنلهي الحلقة وبقعد أحاول فيه وبعدين أوريكم إياه خلف الكواليس. يلا هذا هو الباب، قطع طريق والله. خلنا نشوف ايش فيها. طبخ حسبته ميمك. والله يا كثرهم ينتظرونه. خلينا بس كذا اشطف باب الزعيم عشان يجرون وراي. وول معقولة؟ هذا عشان لا أحد يقول الوحوش قلال. وحوش أكثر من اللزوم بصراحة. اوكي هذول ما يبون يتحركون. ما قدرنا نسوي كت. اوكي شباب انا بنهي الحلقه هنا، ان شاء الله تعالى في الحلقه الجايه اكون هازم ذا الزعيم، وحق جاي بوريكم الكل حق ذا الزعيم ونمشي بعدها باذن الله، لانه ما ابي اطول واطول مده الحلقه الفاضي ولما اجيب لكم الكل ان شاء الله تعالى. يلا شباب كان معكم اخوكم بسام، واتمنى لكم عرفتوا الطريقه لان الزعيم المفروض انا اذبحهم كلهم بس ما ادري ليه ما فينا حيل اذبحهم كثيرين. يلا نشوفكم على خير، مع السلامه شباب.